دونك السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم عندنا حصة سنة تانية متوسط. نعم، عندنا سنة تانية متوسط. كما قلنا نديرو مراجعة على سيكونس 1. كما كان عادي ما كانش معنا الحصص اللي فاتوا، دونك راح نديرو تقريبا مراجعة شاملة. اوكي، درنا الحصص كامل باج باغ باج ولا بيج باغ بيج ولا صفحة بصفحة، لكن كاين تلاميذ ممكن ما كانوش معنا، دونك نعاودو نشوفو الصفحات عموميا. اوكي، ولا كاين اي سؤال يعني نحبسو ونديرو الشرح عام. دونك سيكونس ماك ما نعرفوها، وهي عباره على مي ماي فريند اند ماي فاميلي. هي نفس سيكونس اللي شفتوها في السنه الاولى متوسط حول انتروديوس يور سيلف، يعني تقدم روحك. لكن في سيكونس 2 في السنه الثانيه متوسط راح تكون عباره على توصف روحك، يو ديسكرايب باش بالادجكتيفز وديسكرايب بال يعني لما يقول لك سمين ولا رقيق ولا اوكي. سو هاد الكلمات كامل شفناهم كيف كيف، لكن عاود نشوفهم ما كاش مشكل ايضا. دونك سيكونس 1 بداوها بديناها بال وهي عباره على يعني شفنا فيها وهي على الصفات، لانك لما توصف روحك راح تقول انا شعري كحل ولا شعري طويل ولا شعري قصير ولا اي هاف سمول نوز ولا بيج نوز اوكي، ولا عندي عينيه تيري اوكي. دونك هذا هو الصفات اللي نقدر نشوفوها في الجسم الانسان من جهه الراس الشعر. هاي عبد الجليل، واش راك؟ الحمد لله. اوكي، الان عندنا هاد الصفحه نديرو فيها اثنين اللي انا حليناها قبل. اوكي، سو علي لما تقولي اي وحده من واحد ل 14 1 تو 14 اوكي، اي وحده انت تعرف الصوره تاعها اما هي تقراها لي وديري الصوره تاعها. لما نقول لك انا عندي هنا عندي هنا جمل من 1 ل 14 اوكي، سو هاد الجمل هادو عندنا هنا الصور، عندنا سبعه منا وسبعه منا. لما نقول لك انا نطلب لك نقول لك علي مد لي اي جمله من هنا من هاد الجمل وديرها لي مع اي صوره، واش تقول لي؟ اي وحده قول لي اي نمبر، 1 2 4 اي نمبر واي صوره قول لي. اوكي، نحنا نقولوا اربعه. ياس، هادي مع من ديرها؟ اولا واش معناتها هادي سمول نوز؟ يا الانف، فيري جود. النوز هو الانف، واش معناتها سمول؟ كي يقول لك سمول very good. yes، لما نقول لك small معناتها صغير، حنعرفوا بلي small معناتها صغير. وشنو هو ال opposite تاع small؟ يعني المعاكس تاعه وشنو هو؟ big. very good. لما نقول صغير ولا كبير، عندنا small ولا big يعني كبير. هنا عندنا small nose وعندي ايضا big nose. اوكي، واش معناتها؟ عندي نيف يعني صغير، نيف صغير ونيف كبير. اي صوره تدخل لي فيهم هذه؟ يا قولوا مثال بيج نوز. فوالا، فيري جود. يس، نقولوا بيج نوز. لما نقولوا سمول نوز راح يكون الصورة هذه. فوالا، اوكي، علي مفهوم؟ يس. زيد لي قول لي أي كلمة من 1 ل 14 أي جملة تعرفها. انا على بالي بلي كاينه كلمات جدد، لكن كاين كلمات تعرفوهم ايضا. مثال لما نقول لك انا ears، واش معناتها ears؟ very good. اذنين، نعني ears بالبلوريال يعني اذنين، يعني حنقولوا هادو الاذنين. اوكي، لما نقول لك انا عندي big blue eyes واش معناتها؟ very good. اذا عندي big وهي كبيره، blue eyes لون ازرق. هاي، so we have blue eyes، big blue eyes وهي عباره عن لون ازرق. اوكي، عندي ايضا عندي big green eyes وهو عباره عن لون اخضر. اوكي، سو هادو هما السهلين. لما تكون عندك هكا تمرين كيما هكا وما نعرفش مين نبدا، نبدا بالاسهل، كلمات الاسهل. اوكي، سو لما نقولك انا مثال big mouth with red. نعم، دائما نبدأ بالسهل أكيد، يعني
في فيك وقت لما نقول اللبس، اللبس هما شفتين، اوكي اللبس هما شفتين. لما نقول لك ماوث وهما الفم، اوكي عندنا ears هما الاذنين، عندي نوز وعندي الفم، اوكي الفم يعني كامبلي دونك لما نقولوا big mouth and red the color red يعني لا كولور حمراء، red lips يعني شفتين حمراتين، نقولوا هذه هي. اوكي الان لينا ولا دي ميوت بليز. هاي ليديا وش راكي؟ هذول بدينا. نعم وش راكي ليديا؟ هاي هاو ار يو؟ الحمد لله I'm good thank you. دونك فوالا نكملو. سو غادي درنا هادي جا لينا ليديا، لكن حبيت ديك مراجعة اللي كاين، لأن كاين تلاميذ معنا جدد، سو نديروها يعني خفيفة. اوكي لما نقولك ايضا قلنا big mouth with red lips معنتها فم فم كبير and red lips حيكون هذا احمر. اوكي شفتين احمر. عندي ايضا لما نقولك bald head وش معنتها head؟ لينا دي ميوت بليز عندك صح بنتي شكرا. نعم لما نقولو head هاد وهو رأس. نعم thank you رأس yes نقوله هاد. لما نقوله bald كلمة bald معنتها فرطاس. اوكي يعني رأس الفرطاس كش نقوله بالعربية. bald معنتها فرطاس. اوكي نقوله bald head راح يكون واحد فرطاس كما هذا. very good well done. اوكي ايضا لما نقوله اوكي so لما نقولك انا hair hair هو الشعر. اوكي لما نقولو hair عندي انواع تاع الشعر هنايا. اوكي سو عندي short straight black hair، عندي long straight black hair. سو كلمة straight حبيت نقولها لي ان هذه straight راح تلاقاو بها في السنة الثانية بزاف هاد السيكونس ايضا. اوكي سو straight عندها هي معنتها قبالة. نقدر نقولو نقدر نقولوها في الشعر نقولو straight hair. اوكي وايضا نقولوها لما نقولو في التاريخ نقول لك روحي straight go straight يعني روحي قبالة. اوكي في الدايركشن ايضا راح تلقاوها ايضا في الدايركشن نقولوا ستريت معناتها شعر كنقولوا ليس غاد. اوكي نقولوا ستريت هير ولا نقولوا دايركشن يعني كيقولوا دايركشن روحي قباله جو ستريت. اوكي يعني ما كلمه ستريت معناتها قباله. لما نقول لك ستريت بلاك هير عندنا عندك لونج اند شورت، عندي هنا لونج ستريت بلاك هير وعندي هنا شورت ستريت بلاك هير. اوكي هذا قصير هذا طويل. كلمة straight ما عندها كما نقولوا غاد. اوكي علي وش ما عندها hand and fingers number 11 علي very good عندي hand hand يعني يد وش ما عندها hand and fingers كيقول لك فوالا الهاند وهي اليد. اوكي الفينجرز وهي اصابع تاع يديك. اوكي سو اليد والاصابع عندي هنايا. اوكي سو هاند اند فينجرز معناتها اليد والاصابع. هادو راح تعلموهم بلاقل بلاقل. اوكي اي نو ماشي سهلين لكن نقولوا تاع الراس عندي الايرز عندي الماوس عندي النوز عندي الهيد عندي الهير. اوكي عندي لبس هادو نعرفوهم عندي تشيك عندي تشين هادو نعرفوهم بالعقل بالعقل. اوكي لكن المهم نعرفوش معناتها لان لما يكون التمرين ما يقولكش كامل هادو يقول لك اثنين منهم يقول لك اما هما. اوكي نعرفو الاي اي بو هما الحواجب اي لاشز وهما الشفارتين. سو هادو تعلموهم غير بالعقل تعلموهم. اوكي المهم نعرفو الاكبر. دونك في سيكونس 1 شفنا هادي ايضا عباره على هذا ايضا وش فيها ثاني فيها فوالا يحكي على يعني نحكي على الفاميلي. اوكي سو فيها ايضا فاميلي. فاميلي حتكون سنه اولى متوسقيتوها حتى سنه حتى سنه الثانيه. الفاميلي حتكون يقول لك فاميلي ممبر. اوكي كي
يقول لك عمي من بعد شكون يقول لي يمد لي مثال يقول لي سبعة شكون يقول لي؟ نعم قولي لي يا اوكي نقولو grandfather سمح اسم نعاود grandfather grandmother اوكي نعم اوكي نقولو parent ولا father mother اوكي وش تانيك عندي very good sister brother اوكي وش تانيك عندي very good uncle yes نقولو uncles that's right uncles okay يعني خالي ولا عمي نقولو aunt يعني عمتي ولا خالتي وش نقولو على ود خالتي yeah cousins okay so cousins كما فرنسية cousins وش نقولو على ود اختي ولا ود خويا كما الفرنسية كيف كيف is French word لما نقول لك اوكي my cousin هو ولد عمتي ولا ولد خالتي اوكي ولا بنت خالي ولا بنت خالتي لما نقول لك انا بنت خويا كش نقول على بنت خويا ولا بنت اختي my niece اوكي سو نقولوا my niece كما نقولوا my niece اوكي my niece ولا my nephew وهو عبارة على ويد اختي ولا ويد خويا كما الفرنسية نيفيو ولا ماي ناس ماي نيس فوالا ماي نيس ان فرونسي اي ماي نيس ان انجلش اوكي هادو يعني معظم اللي حنعرفوهم كامل اوكي لكن عندي ايضا نقول لما نقول ماي مادر ان لو وهي عبارة على عجوزتي اوكي لما نقول عجوزتي نقول ماي مادر ان لو لما نقول على شيخي ببيت راجلي نقول ماي فادر ان لو اوكي لما نقول على مثل لوسي خو راجلي نقول my brother in law هادو كاع زيدوهم in law هذا ما كان اوكي لما تكون عائلتي لما تكون امام مزوجه تقول لك انا عندي مثل عندي لوستي my sister in law اوكي اسمها خو راجلي مفهوم سو هادو نعرف تانيك ايضا يعني حتعرفوا اونلي هاد تعرفوا هاد الساعه تعرفوا هادو بقى. اوكي my cousin my niece my aunts my uncles my brother my nephew اوكي سو هادو هما هادو شفناهم كيف كيف اوكي وايضا درنا عبارة على adjectives اوكي when you describe yourself كنا عبارة كنا على هادو هما when you describe كما نقول لك انا مثلا نقول لك hi my name is Feryal I am 20 years old I have black long straight hair اوكي ولا نقولو curly اوكي سو عندنا straight لما نقولو sharp اوكي نقولو ايضا curly يعني بوكلي اوكي curly نعم لما نقولو wavy wavy كلمة من wave يعني كلمة wave وهي عبارة على كلمة موجة اوكي لما نقولو wave هي الموجة wavy معنتها مموج اوكي هادو كاين شفناهم ايضا شفناهم اوكي هما اللي تعرفوهم لما نقولك فريزي معنتها الشعر كما نقولك ما تعلك حالش ماشي بوكلي سو كيرلي بوكلي اوكي فريزي كما نقولوا شي تاعك حالش تاعك حالش نعم مجعد فوالا شي تاعك حالش هذاك متنشف هذا هو فريزي اوكي سو فريزي هو هذا فريزي اوكي وهذا بوكلي سو بوكلي راح يكون فيه لي بوكل وفريزي كما نقولوا متنشف فوالا دونك هادو ايضا شفناهم نعم الان ايضا شفنا هاد التمرين عباره على كلمات نفس الكلمات اوكي الان شوفوا واحد التمرين ديروا كيف الان اوكي ثاني ساهل هادو كم قلناهم يا سو واهم شيء في السيكونس 1 ايضا وهي عباره على سو شعدنا عندنا فاميلي ممبر عندنا فاميلي ممبر عندنا ايضا نعرفوا adjectives اوكي نعرفوا big small بشاكت توصفي شاك شعامل black red اوكي وايضا عندنا عباره على house اوكي
نعم فورنيتشر، هذو ايضا حتلقاوهم. اوكي فورنيتشر لما يقول لك وصفي لي داركم، نعيطوا لهم هاوس فورنيتشر، يعني ادوات تاع المنزل ولا غرف المنزل كيف كيف. اوكي سو لما نقولوا ديسكرايب يور هاوس، قولي ماي هاوس از بيج، هاز كيتشن، هاز. اوكي سو لما نقولوا انا عندي وان بيدروم، اوكي عندي ليفينج روم، عندي داينينج روم، عندي كيتشن وعندي باثروم. لما نقولوا ليفينج روم اند داينينج روم كاين حاجه تفرقهم، وهي لما نقولوا داينينج كلمه داين يعني تعشى. اوكي صافي ديو غرفه العشاء، ولا كما نقولوا حنا في الجزائر صاله مونجي، وين ناكلوا. اوكي سو الان شكون يقول لي في هذه الصور؟ يقول لي انا هما باش نسقوهم. سو شكون يبدا؟ نعم تفضلي. ابارامونتي لي عندك الانترنت مليحه. انا اوكي تفضل، ماشي راك معنا. شكون يقول لي؟ اوكي نمبر 1 واش مطلع بدون؟ تفضلي بدون هي هنا، فيري جود. اوكي سو شكرا، بدون هي غرفة النوم. نعم واش معناتها ليفينغ روم؟ وان او تو، وان او تو، تو ليفينغ روم، فيري جود يس، هذه ليفينغ روم. نعم لما نقول لك دايننج روم، فيري جود، هي اون جينيرال كاين طابله تاع الماكله. اوكي لما نقول لك كيتشن، مطبخ. نعم اند باث روم، فيري جود، ويل دان. هادو هما الغرف الاساسيين في المنزل. اوكي سو كل واحد لازم يعرف هاد الغرف. ليديا عندك الحس، ثانك يو. سو هاد لي 5 كما نقولوا هاد 5 رومز لازم نعرفوهم، لان هادو ما حيكونوا اللي راح يكونوا حتلقاهم دائما. اوكي دونك قلنا بلي هادو مهمين. الان نروحوا الى هاوس فورنيتشر، وهما يعني ادوات يعني واش كاين في الدار. هادو راح يكونوا سو عندنا هنا 1 2 6. اوكي لما نقولوا مثال نقول لك باد، واش معناتها باد؟ فوالا السعير، فوالا اوكي الباد هو السعير. نعم المطرح هو الماتشس، ماشي كيف كيف. اوكي عندنا باد ولا عندنا ماتشس، كيكون مطرح الباد هو هذا، والباد هذا يعني البنك. لما نقولوا باد سايد تيبل، طاب دنوي، يس طاب دنوي. لما نقولوا باد سايد يعني اللي قدام البنك. اوكي تيبل وهي طاب دنوي. لما نقولوا باد سايد لامب يعني لامبا، فوالا لامبا. اوكي شكون يقول لي اش معناتها الصوفا؟ فيري جود، صوفا، لا يسال صوفا، يا يسال صوفا وهو فوتي. نعم فوتي فوالا. هذه ارم تشير، فوالا كوفي تيبل، كوفي تيبل وهي الطابلة الصغيرة تاع القهوة. اوكي الميدا، نعم فوالا شكرا الميدا. نعم اوكي سو ارم تشير وهي الكرسي اللي فيه اللي نحطو يدينا. هنا عندي اوكي هنا عندي اي فروم اي تو هيتش. واش عندنا؟ عندي فريج، واش معناتها فريج؟ فريجيدير، فوالا فريجيدير. لما نقولو سينك، شكون يقول لي سينك؟ عبد الجليل، لا لا اوكي سينك وهو ال ال كما نقولو ليفيي اللي يغسل فيه المواعن. اوكي ليفي هو السينك وين نغسلو المواعن فيه. بون عندنا بات، اوكي عندنا كوكر، فرنو، يعني كلمة كوك. اوكي سو كوكر يعني كويزينيير، كوك لا لا واش معناتها تو كوك؟ فيرب تو كوك، لا لا لما نقول لك فيرب تو كوك واش معناتها؟ يطبخ ماشي كاطو. نعم يطبخ، اوكي طيب. اوكي لو يسوي كاب بورد، واش معناتها كاب بورد؟ لا لا هذه اسمها تيبل. لما نقولو كاب بورد وهو بيفي،
اوكي البيفي كان بوز اوف البيفي. سو عندي باث تيوب، باث تيوب هو معناتها باث تيوب هو لا بينوار. اوكي يا باث تيوب. نعم لا لا بينوار بينوار كأنها بوتيك جدا. أبو لا لا سيتان مغلوقة، ماشي مغلوقة بينوار كمان. فين دوشو فيها؟ لا بينوار واسمها تعرفوا اخي تعرفوا بينوار؟ اوكي ما ابو خالد ما يعرف بينوار لقيلة. نعم بينوار. اوكي سو كي قلت لي سيتان ماشي سيتان بينوار حلو ندوشو فيها. اوكي خلاص زعما كيقسموا على زوج. اوكي معاك. اوكي اوكي لما نقولوا واش باسين واش معناتها؟ فوالا واش باسين وهي عباره على لابابو. فوالا اوكي لما نقولوا ميرور ميغوار باينه. اوكي ميغوار وهذه حاجه كنت وعدت. اوكي باينه ايضا. اوكي صح اوكي خي تعرفها ابو خلفه. اوكي الان عندي هنا عندنا هنا واش عندنا هنا عندنا البلان. اوكي هذا البلان انا تمام كاع ما قالوش دي البلان بلان دي ميزون لازم نعرفوه نعرفو. اوكي سو اوكي نديروه مع بعض هكا باش نشوف نكونوا نتعلموا. سو لما نقول لك اول شيء اسهل انا اسهل عندي هو وشنو هذا؟ هذا نعم اوكي سمحي لي باش ما نعطيكش تفضلي. اوكي تسمعي فيا اوكي لما نقولوا هذا وشنو هذا وشنو لما نقولوا هذا الدور لي زيسكالي اش نسموهم ستيرز هاتوا ستيرز اوكي ها لا لا ستيرز ستيرز لما نقولوا ستيرز نقولوا اب ستيرز اش معناتها يعني الفوق. اوكي لما نقولوا داون ستيرز يعني تحت اكسترا يس اكسترا. اوكي لما نقولوا داون ستيرز نقولوا اب ستيرز. كلمه ستيرز راح تقول معناتها هي بين دوج. اوكي سو هذو هما ديسكالي سنقولوا اب ستيرز ولا داون ستيرز. كلمه ستيرز راح تقعد هنايا نفسها لان ستيرز هما يعني كلمه ستيرز معناتها لي ديسكالي دوج. اوكي سو عندنا فون دو يعني الباب تاع يعني الباب الاماميه. اوكي عندنا الهول ولا الاول نقولوا الهول ولا الهول كيف كيف. اوكي عندنا كاراج. سو لما نقولوا هذه واش فيها لما نقولوا هذه عباره على هابو هذه هذه كيتشن. اوكي تبان كيتشن تبان لان عندي هنا بوتاجي تو. اوكي لما نقول لك هذه واش نقولوا مثال عندي تي في تي في يعني تي في ويتش روم اللي فيها تي في وفيها صوفة وش نسموها كي نروحو ل اوكي تكون عندك شامبا داون ستيرز واش فيها فيها تلفزيون وفيها دو كانابي ولا فوتاي. اما الشامبا هادي فيري غود يا ليفينغ روم. اوكي نعم ليفينغ روم جاي اون جينيرال ليفينغ روم. اوكي لما نقول لك شامبا فيها طابله واش نقولو يا داينينغ روم. اوكي فيري غود لما نقول لك هذه فيها فيها السينك وفيها الفريج وفيها الكوكر واش نسموها كيتشن يا ذا كيتشن. اوكي اند اوكي سو هي عندنا عندنا هنا عندنا باث وعندنا حاجه كون تواف شو اسمه باثروم يس باثروم نعم يس. اوكي سو باثروم لان فيها حاجه كون تواف ولا اخر لما نطلعوا قال لك هنايا هناش عندك I listen again and copy the first floor. هذا first floor. Okay. So هذا premier étage. عندي dressing room. عندي room one. Okay. عندي room two. عندي bedroom. نسموهم bedroom. هادو stairs. Okay. So هادو عندنا three bedrooms and terrace. يعني une terrace. Okay. So هادو يعني ماشي vraiment de... نركزوا عليهم. نركزوا على لي شامب واش كاين. الان عندي pronunciation تاع is and as. شكون يعرف شكون يعرف هادو القاعدة تاعهم؟ شكون يعرف القاعدة؟ شكون عنده مشكل مع هادو؟ انا اوكي سو لما نقول لك انا اي كلمه اوكي على بالي نسيت الحروف لا لا اوكي
سو سهلين بزاف. انا مد لك طريقه واحده باش تشفي عليها. اوكي سو الطريقه السهله اللي نشفي عليها شنو هي؟ نبدا توجد نبدا بالايز. اوكي سو نبدا بالايز. شنو نقول؟ نقول عندي لما الاس اس نقول اس. اوكي is pronounced as is. وشنو هو القاعده؟ انا عندي قاعده تاعي. اوكي سو كل واحد يحب يدير قاعده. انا ندير القاعده هذه اللي نشفي عليها لاني ماشي قاعد نشفي عليهم. سو قول متى عندك الحرف اس. اوكي يولي is مقتال. اوكي سو كاين 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 ديجا دائما واش راح يكون؟ راح تكون عندك الحروف الكلمه لما تخلص بالاس اش فيها اس ولا ز. اوكي ولا مثال تش ولا ش. اوكي ولا ايضا نقولوا ج. اوكي هادو لما تقولوا جي لما نقول دي جي اس هاد الحروف هادو هما بك بلاس اي اس راح يمدلنا از. اوكي هادو سهلين. نعم كيف؟ الان اوكي سو لا 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 اوكي سو اسمع لي انا قلت طريقه باش تشفي عليها. اوكي سو الحروف اللي نشفوا عليهم راح يكونوا س ولا ز ولا تش ولا ش لما تخلص كلمه بهذا الساوند. اوكي بهذا الساوند ماشي الحروف الساوند. اوكي مثال نقول لك ناو سيز. اوكي ولا نقول لك لكن باش نقول لك اوكي على بالي تقولي كيفاش. اوكي هذا هنايا الساوند. اوكي هذا الساوند الساوند تاعهم. اوكي حنا نقولوا الساوند. اوكي اش معناتها؟ يعني كلمه تسمعها على عباره على ز ولا ش ولا حنا لما تروحي لاترز. اوكي نقول لك لاترز هكا حيجيك واعر شويه. لاترز نقولوا اي كلمه تخاف بالس ولا س ولا سي ولا ز نو ش ولا تش ولا ج اي كلمات خاص بهذوما راح بلاس اي اس راح نقاوها از. تقولي لي بصح كيفاش؟ نقول لك شفي على الس الس الز الس الش يعني عندك ميم ساوند بهاد الكلمات بلاس اي اس نلقاوهم از. مثال عندنا ماتشيز عندنا جاراجز عندك واشيز هادو سهل. جاوبنا بين الايز هو السهل كامل معايا ابو خلفه. سو اي كلمه لاترز اي كلمه في اخر كلمه تاعها تخاف بهاد الحروف لا تشفي عليهم ماذا بيا تشفي عليهم لكن ما تشفيش عليهم. انا نشفي غير بالز ش ج. اوكي تش الش الس هادو هذا ما كان سهلين كما نقولوا ما فامي. اوكي هادو نقاوها ايز. عندي الاسهل ثاني في الاسهل هو الاس هو الاس. لما نحب نقرا الكلمه لما عندي كلمه اس في اخر كلمه ونسمعها اس مختاج عندي فيها خمسه حروف هذا ما كان. اوكي هما خمسه وشنو هما نلقاها ب هما تلقاها دي فوايال دي كونسون خفاف. اوكي ماشي حامقين نقولك ب ت ما نقولكش بي ما نقولكش ك. اوكي فنقول لك ب ت ك عند اف. اوكي ولا س لما تكون عندك هاد الحروف دائما الاس على فيقة اس. اوكي معايا سو اي كلمه تخص ب ولا ف مثل بافس ولا ف ولا يعني الحروف نقولوا ويك ماشي سترون. اوكي ب ك ت ف ف نقراها اس والحروف تاع بي ب جا ذا تخرج من كما نقولوا تخرج من لا غورش تاعك تقولي ب ولا با ماشي كيف لا لا هذه هي لا سوليسيون باش تشفي عليهم. سو عندي هنايا لما نقول لك با كا و ت ف نقاوم اس لما نقول لك ب د جا اللي كما نقولوا هذه كونسون يخرجوا من كما نقولوا من نحلقوا عليهم. اوكي فهمتوني؟ فوالا كي تقولي ب ولا م ولا غ ولا ل هادو هاد الحروف اللي تحمقي عليهم كامل راح نلقاوهم ز. لكن الحروف عندنا خمسه بر عندي ب ت ك اف و ث هادو مثل مانث لما نقولك 1 مانث 2 مانث. اوكي زوج على مانث هنا عندك واش قال لك هنايا؟ قال لك
قال لك باللي هنايا واش عندي، عندي فوالا عندي ايت، عندي هذه قاعده لازم تشوفوا عليها، اوكي لازم تشوفوا عليها فوالا. دونك انا عندي هذه اسهل وكل واحد واش حاب يدير. اوكي هذه عندنا ايضا، عندنا اي كان ولا اي كانت، هذه تقراوها ايضا عندكم تمارين ايضا في السنه الثانيه متوسط، وايضا في السنه الثالثه متوسط. اوكي في الثالثه ماني قراوها ايضا سهله بزاف. اوكي واش نقول التلاميذ، نقول لهم باللي حنا عندنا 3 عندنا 3 سامبلز برونونسيشن تاع كان. قال لك كان واش معناتها كان، لما نقول لك كان جي في سترونغ فورم ولا جي ايضا في ويك فورم، قولي لي كيفاش. نقول لك اوكي عندنا عندنا اي كان ولا اي كان دو ات. اوكي عندنا 2 عندنا 3 سامبلز، عندي هذا اوكي ولا عندي هذا ولا عندي هذا. اوكي سو عاد واش عندنا، عندنا اول عندنا كي اي على انفير ان، هذا ما عنديش. اوكي عندنا كي اي اي ان ولا عندي كي اي 2 دوت ان تي، هذا تي كي تلقى كان تي وهو عباره على كانت. اوكي نقولوا كانت يعني اوكي كانت ولا اي كان نوت. دونك لما نقولوا عندي 3 بونونسي، عندي 3 فورم، عندي 3 تصاعد 3 سامبلز. اوكي عندي 3 تاع سامبل، واش عندي، عندي كانت هذه تقاوها، تعاود تقاوها ايضا في الـ في الـ في الثوازيام اني. اوكي سو عندي هذا السامبل وعندي هذا السامبل وعندي هذا 3 سامبل. يقول لك وين حطوهم، اوكي يقول لك وين تحطيهم، لما نقول لك لما يقول لك اي كان. اوكي عندي اول سامبل، اوكي هذا السامبل وين نحطوه، دائما شوفوا عليه نحطوه دائما راح يكون في الشورت انسر. اوكي دائما راح يكون في الشورت انسر، واش معناتها شورت انسر، دوك نجاوب. اوكي وهذه راح يكون في اللونج انسر، هادو شوفوا انتم شوفوا على هادو سي ديجا بوكو. اوكي دو تقول واش معناتها شورت انسر واش معناتها اللونج انسر. اوكي سو الشورت نقول له الشورت انسر، الشورت انسر وهو كل جمله يعني جمله سنتنس سنتنس قصيره شورت. اوكي مثال، اوكي مثال نقول لك سنتنس شورت، مثال نقولوا اي كان. اوكي يس نقولوا يس اي كان، هذه عباره على شورت انسر. اوكي لما نقول لك يس اي كان دو ات ليتر، هذه عباره على لونج انسر، هذه عباره على شورت انسر وهذه عباره على لونج انسر. قولي كيفاش وعلى كيفاش نعرفها، نقول لك ايضا. اوكي فوالا هذه عباره على شورت انسر. اوكي يس اي كان نقطه نحبسو، هي عباره على شورت انسر. لما نقول لك يس اي كان دو ات ليتر عباره على لونج انسر، هي عندها نفس المعنى لكن ماشي كيف كيف. اوكي سو هاي نعاود. اوكي سو لما نقول لك اي كان عندي 3 سامبلز، عندي هذا الاول اوكي وعندي هذا وهذا. اوكي عندي واحد هذا ما عنديش بزاف، عندي واحد هذا يعني ايزي. لما نقولوا اي كانت اوكي دائما مين يكون كانت في الشورت انسر ولا اللونج انسر نستعملوا هذا السامبل. اوكي لما نقول اي كان نوت، لما يكون عندك تو سامبلز هادو يقول لك وين تحطيهم، يقول لك انا حطي هذا لما يكون عندك اي واحد نحطوه في الشورت انسر، لما يكون عندك اي اي نحطوه في اللونج انسر. تقول لي كيفاش نعرف الشورت انسر اند اللونج انسر، نقول لك الشورت انسر تكون دائما يس اي كان، هذه هي اللونج انسر فيها دو فورم، فيها يس اي كان دو ات يكون دائما فيها الفعل. اوكي لازم يكون الفعل تما. اوكي وايضا وايضا تكون ايضا كان يو دو ات، لما تكون في في سؤال استفهاميه راح نقولوا ايضا هذه اللونج انسر. اوكي لما يقول لك اعطيني السامبل تاع هذا راح نقولوا بيان سور حتكون هذه، لان هي عباره عن لونج انسر، يعني لونج انسر راح يكون فيها دائما فعل. اوكي هذا واش فاهم، اوكي هذا واش فهمتي، ما تشفاش اوت شوز. عندنا ايضا ايز اند زاد نفس الشيء، تمارين اخرى على ايز اند زاد. اوكي الان نديرو هاد التمارين خفيف ونشوف. اوكي نديروه في 3 دقائق. اوكي هنا هنا بوخالفه بوخالفه اوكي فرح. دونك لما نقول لك انا براكتيسز واش قولي لي، ايز فيري جود. اوكي عندنا اس براكتيسز، لما نقول لك فريجز علاش فريجز ايز، واش قلنا، قلنا لما يكون عندنا فريجز زاد لا ايز فريجز ايز، لما نقول جه جه دائما نقول جه
نقولوا إيز، أوكي فريجز. لما نقول باث تيبس باه، وشكون على باه؟ ماشي باه، باه زاد باث تيبس باه، ماشي زاد، أوكي باه. وعلاش نقول لك علاه؟ لأن قلنا بلي أي حرف هنايا مزال هنا مزال هنا ياس عندي الا زاد هنا زاد يا زاد ويكون ماداش زاد نسيناه مالا سو زاد راح يكون بي وين راهو ياس اوكي هنا سو زاد راح يكون كل كلمات خاص بالبي د غ اوكي هادو هما هي عباره على زاد فهم هما كنا هما قلنا عليهم دي كونسونانت قاصحين ب د اوكي ماشي كيما ب ت ماشي كيما لايت اوكي اوكي عندنا واشين باسينز زا فيغ عندنا زا ان ويكند د يا سوري زاد يا سمحوا لي زاد زاد سمحوا لي لا سمحوا لي ام ايش تو زاد هذاك با سو زاد نعم عندي باسينز وعندي ويكند لما نقول bedrooms yes very good لما نقول eyes yes very good نعم faces لا لا عندي c ما قلنا c ما نقول e زاد faces faces قلنا كيما نقولوا تقولي س ولا س ولا س افهمي تاع الشهادة كاع نقولوا is trainers يا انا عندنا انا عندنا لا ار اوكي حرف ال ار ترينرز بالزاد اوكي شوز يا فيري جود نعم هذه سهله تريسز تياسز تياسز يا تياسز ايز 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 هذه لان عندي سي شو قلنا قلنا س تش هذو كاع ايز اوكي سوفاز سوفاز ها اسمع زي زاد يا ابيليتيز ها علاش ابيليتيز زاد اوكي لان هي لان هي كي تحسين قلت هي ability اوكي تي واي ability نقولوا تي abilities بالزاد ماشي باسكو الاي زاد اللي فيها شكون نقدر فيها الش الش هادو هما اي زاد مفهوم اذا ما كانش في هذه الكلمه ما كانش هنايا نحاول نديرها في الاي في الزاد كاع ما تقلقوش اوكي رايت يس فيري جود رايت رايت زاد عندي دي رايتس عندي دي ماشي رايتس رايتس اوكي لان هذه عباره تي على ت نعم هولز زاد بايكس ناو اس عندي كا بايكس شكون غادي زاد بايكس ماشي زاد ماشي بايكس بايكس لان عندي ك واش قلنا قلنا كلمة خاص ك أه ت ك نديرها في الأس واش قلت لك أنا قلت قلت لك تكون كلمة خاص ب ك ف د إيه أنا قلت لك شوف دايما شوف الحروف تاعك كي تكون عندك ب ت ف ك هادو حطهم في الأس وكي عندك هذيك حروف اللي كما نقولوا الحروف اللي نخرجهم من لاغورج تاعي د ك هادوك نحطهم مثل ب نحطهم في الزاد أوكي سو هادو نديرو عاد تمارين عليهم اوكي ما بخاف هاي فوبا تقول واعر وماشي واعر اوكي هما كاين حروف نشوفو عليهم وخلاص هذا ما كان دونك هادو ايضا شفناهم اوكي سو عندنا كوايت لاخر كاين حاجه حبيت نشوفها معاكم قبل ياس عندي ياس عندي غرامر اوكي سو نعرفو البريزنت سيمبل تانس present simple tense is very 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 important for everyone okay so très important كاع الناس okay present simple tense نعرفوا بلي present simple وهو عبارة على استعملوا في present okay مثال okay so هذه كاع حنلخصها في حاجة okay نلخصها في جملة واحدة ونسحق الجواب okay شكون بدي جملة صحيحة affirmative form
I am a girl. Okay. So هذه جملة عبارة على جملة affirmative form. I am a girl في the present. Why is it present? لأن عندي الفعل عندي verb to be in the present. Okay. Okay. الآن لما نقول لك هذه راهي في affirmative form. Okay. So هذه affirmative form. دائما هنا عندنا دائما في كاع لي تانس في الإنجليزية ولا الفرنسية ولا كاين 3 forms. كاين affirmative, negative والانتيروغاتيف. Okay. سواء لما نقول لك I am a girl هذه عبارة على affirmative form. Okay. Very good. Well done. كي نحب نحول هذه negative form. بحثوا تبع سنة أولى متوسط. وش نقولوا؟ Very good. I am not a girl. هذا ما كان. هذه هي نيجاتيف حنستعملوا not دائما. اوكي دائما استعملوا not. لما نحبوا نحولوا هذه الى interrogative form وش نقولوا؟ لا لا اوكي نعم اوكي سو واش قلنا؟ قلنا نحاولوا الجمله ما نبدلوهاش. لما نقول لك حوليها الافيرماتيف للنيجاتيف ما نبدلهاش. اوكي واش حنديروا؟ ناخذوا دائما نبدا بلو فيرب. واش نقولوا؟ اي ام ا جيرل. نقولوا ام اي ا جيرل. اوكي لو فيرب هو اي ام. اي ام هذا هو عباره على بيرسونال بروناونس. لا لا نقولوا اي ام ا جيرل. مثال جمله اخرى. شكون يقول جمله اخرى؟ مثال نقول لك Aya is ولا نقولوا Aya plays football. هذه شكون يحول هذه الى first dual negative؟ شكون يقول لي؟ لا اوكي عاودي. لما نحولوا هذه النيجاتيف مخالفه هذه جملة affirmative اللي معاك. لما نحبوا نحولها negative شو نقولوا؟ yes very good. yeah very good. doesn't. yes doesn't. وعلاش doesn't؟ فوالا very good. ايا نقولوا doesn't. okay doesn't. doesn't play football. دائما عندي play راح يولي في الانفينيتيف. نقولوا doesn't. okay لما نحولوا هذه interrogative شو نقولوا؟ عاودي لا نيجاتيف انتروغاتيف. نمسح السؤال واش نقول؟ very good. yeah does she play football. well done. okay so does she play football. وعلاش دائما كي نحبوا نديروا واش قلنا؟ كي نحبوا نديروا انتروغاتيف نبداو بالفيرب. هنا كي يكون عندك اي ام فيرب تو بي نبداو به دائما وابدا. كي يكون عندك جمله فيها اي فيرب اخر ابار فيرب تو بي نبداو بداز ولا دونت ولا اداز ولا دو دو اي ولا داز هي ولا دو يو. اوكي ولا هذه في البريزون. لما نقول في الباسي واش نديرو؟ يس هذه ميتا نقول لك هذه ايا بلايد فوتبول استعملوا ديد ايا بلاي فوتبول. اوكي هذه قاعده حتكون على كامل. الان هذا كامل لخصناه في هنا. اوكي فتكون عندك جمله فيها ايا ولا نقول مثال نقول اوكي نقول فرح is sick. اي مريضه فرح is sick. اوكي لما نحب نحولوا هذه الى انتروغاتيف شو نقولوا؟ نيجاتيف فرح very good. فرح is not sick يعني فرح ماشي مريضه. فرح هكا yes فرح is not sick very good. لما نحب نحولوا هذه الى انتروغاتيف شو نقولوا؟ عاودي عندي verb to be is very good. yeah is Farah sick. هذه هي. okay so is Farah sick? no she is not sick. yes she is sick. مفهوم؟ لما يكون عندك verb to be ما عندي غير verb to be في هذه الحالة نستعملوا is ولا she نقدموه. لما يكون عندك جملة أخرى فيها أي verb play eat took take made نعم هذه القاعدة تاع كما نقولوا الانتيروغاتيف والنيجاتيف. هذو الانتيروغاتيف والنيجاتيف حتلقاهم باختو في البريزنت في الباسي في البريزنت كونتينيوس. اوكي صرنا نعرفو كيفاش نديروهم. لما يقول لك دير الجملة من افيرماتيف انتيروغاتيف نخلوها كما هي ما نقولوش ار يو ولا دو يو. نستعملو ولا قالك اي نستعمل اي ولا قالك شي نستعمل شي. اوكي
الان عندنا هادو using adjectives of description هادو شفناهم ايضا ايضا عندنا هادو عندنا بزاف adjectives عندنا color عندنا height لما يقول لك وصف روحك built اوكي سمينا قصيرة رقيقة عندي high style عندي beauty and physical attraction لما يقول واحد good looking ولا elegant ولا handsome يعني واحد شباب سو نكملوا هادي اوكي سو هاش قال لك personal pronouns وش عندنا عندي ثلاثة نشوفوا عليهم اوكي عندي personal pronouns عندي possessive adjectives وعندي possessive pronouns مش معناتها لما نقول I لما نقول I he she دائما حنديرو I plus verb I play I eat okay لما يكون عندك my يعني possessive adjectives دائما وأبدا مراهم راح يكون عندي noun دائما my room my girl okay ولا نقول her style anything يعني ولما يكون عندك mine okay this is هذه واحد هاجي نقولك it's mine okay this is mine yeah ملكية تاعي فوالا so هادو نعرفوهم ايضا لكن ايضا درناهم ديجا okay so عندنا هادو نعرفو دائما نعرفوهم راح يجي قبل مراهم قبل الفعل هادو لما نهضرو عليهم دائما راح يجي مراهم noun okay نقولو my ولا our okay وهادو ايضا لما نعرفوهم نقولو it's mine ولا it's his okay بون هلا في رحكم بو خايفة نشوفكم بعد سنة رابعة السلام عليكم أمي سنة في تلاميذ السلام عليكم قلاصة شكرا باي بدي يا الدين love you too هلا في رحكم